صباح الخير مشاهدينا، لكن اليوم راح يكون تماريننا بس على الستبر، كمان ممكن نحتاج المات كرمال نكون عم ننام على الظهر. سو اول تمرين راح نعمله هو بيتخصص او بيتعلق بالمبتدئين يلي بدهم يكونوا عم يعملوا مثل احماء او وورم اب قبل ما يعملوا التمارين اللي بدهم يعملوها. سو كمان الستبر فيها شغلتين، فيها تكون واطيه وفيها تكون عاليه. هلا نحن الموجوده عندنا اليوم هي ستبر واطيه، سو كمان فيكم تفكوا الاجرين اذا حسيتوها عاليه، وكمان فيكم تركبوا الاجرين اذا حسيتوها واطيه. اول تمرين رح نعمله رح يكون عباره عن كيف بنقدر نحمي جسمنا قبل ما نعمل التمارين، خاصه للجزء السفلي قبل ما نكون عم نعمل اجرين. سو اول تمرين رح نعمله يلي هو الورم اب، رح نكون بس عم نعمل ستيب يلي هو 1 2 3 4. سو بهيدي الطريقه بكون انا عم جرب حمي جسمي، وبنفس الوقت ما عم بحط كتير مجهود عالي، خاصة للمبتدئين اللي عبالهم يحموا بطريقة سلسة وحلوة بدون ما يكونوا عم يأذوا حالهم. سو بكل بساطة بكون عم بطلع 1 2، فيني حتى عد بهيدي الطريقة 3 4، بعد 1 2 3 4، بعدها تقريبا 10 مرات. أو إذا حسيتوا حالكم مش قادرين تعملوا كنترول على العد أثناء التمرين، فيكن تحطوا تايمر أو وقت قدامكن كرمال تكونوا ما عم بتركزوا بس بالعد، كمان عم بتركزوا بالتمرين أنتم عم تعملوه. سو نحن بنستعمل هذا التمرين بس كرمال الإحماء، حتى فينا نكون عم نقيس فيه دقات القلب من بعد ما يكون الكلاينت أو المتدرب عم يعمل تمرين، لحتى نشوف قديش عم يعلى دقات قلبه أثناء هيدا التمرين. هيدا بالنسبة لأول تمرين. مثل ما قلت لكم فينا نكون عم نعد بالتكرارات، وفينا نكون عم نعد بالتوقيت، فينا نحط ساعة أو نستعمل الساعة تبعنا. هيدا بالنسبة لأول تمرين. تاني تمرين رح نعمله رح يكون عم نركز فيه على البالانس وعلى الإجرين فقط. سو تاني تمرين رح نكون عم نحط إجر بهيدا الشكل، رح حط إيدي بهيدي الطريقة، بطلع وبعمل كيك. بهيدي الطريقة أنا بكون عم بشتغل على شغلتين، على البالانس تبعي يلي هو أنا عم جرب ثبت حالي كرمال ما أوقع، عم شغل الكور تبعي أو المعدة تبعي والستابيليتي تبع الثبات تبع الجسم. سو مثل ما شايفين بنزل وبطلع بعمل كيك، بعلي الركبة لفوق. كمان بنفس الوقت بكون أنا عم شغل عضلة الفخذ الأمامية وكمان عضلة الجلوتس الخلفية كمان. سو برجع من الأول، باخد نفس تحت، بشد المعدة، بخلي ظهري جالس، بطلع بعمل كيك بهذا الشكل، برجع بنزل. فيني زيد الانتنس أو فيني زيد السرعة أثناء هيدا التمرين على حسب ما تحسوا حالكم مرتاحين. يعني إذا حسيتوا التمرين سهل فيكن تسرعوا أكتر، إذا حسيتوه صعب فيكن تبطئوا قد ما فيكن. وحتى كمان بالمقابل مثل ما قلت لكم نحن الستابر في عنا فيها ليفلز، فيها تكون واطية فيها تكون عالية، على حسب ما تحسوا حالكم مرتاحين فيكن تعلوا، وبالتالي كل ما تعلوا أكتر كل ما يصير التمرين أصعب وبده مجهود أعلى. سو كذلك الأمر بعمل للإجر الثانية، باخد نفس، بشد المعدة وبعمل كيك للركبة لفوق بهيدا الشكل، باخد نفس وبفرغ نفس. حتى إذا كنتوا كتير بيجنرز وأول مرة بتتمرنوا أو بعدكم على بداية التمرين، فيكن تكونوا عم تتهدوا بشي حدكم كرمال ما تفقدوا توازن أثناء هيدا التمرين. مثل ما قلنا هيدا التمرين بيعمل يلي بيعمله هو بيحسلني البالانس تبعي، بيشغلي الفخذ الأمامي والخلفي، وبيشغل عضلات الكور يلي هي المعدة. باخد نفس تحت وبفرغ نفس فوق بهيدا الشكل. هيدا بالنسبة لتاني تمرين. تالت تمرين رح نعمله رح نكون على الأرض، رح نعمل فيها شغلتين، الطريقة الصعبة والطريقة السهلة للستابر. في كتير أشخاص أول ما يجوا على النادي بدهم يعملوا بوش أب، وبيعانوا أو بيلاقوا صعوبة كتير كبيرة بتمرين البوش أب على الأرض. سو كل ما كان الليفل تبع الأرض أعلى، كل ما كانت البوش أب أو تمرين الضغط أسهل علينا. سو هلا اليوم رح نعمل على الستابر، يعني رح نكون عم نعلي شوي الأرض كرمال يكون تمرين البوش أب أو الضغط أسهل علينا، وبالتالي كرمال نكون عم نقدر نعمل فول بوش أب على الأرض. هلا رح نعمل طريقتين. الطريقة السهلة يلي هي جدا سهلة، ببلش على الركب بهيدا الشكل، برجع إجري لورا، بحط إيدي تقريبا بهيدا الشكل، يعني مش كتير ضيقين ولا كتير واسعين، بحطهم بس بالليفل تبع الكتف تبعي بشوي، طلعهم لبرا بهيدا الشكل، خلي خصري فايت لجوا، الظهر مشدود، المعدة كمان مشدودة، بنزل على الأخير
على مستوى الصدر وبطلع لفوق بهيدا الشكل. سو أنا ونازل باخد نفس، وأنا وطالع بفضي النفس. طبعا في عندي كمان عضلات تانية اللي بكون عم تشتغل أنا وعم بعمل هيدا التمرين، اللي هن عضلات المعدة كرمال يحسنوا لي الثبات أثناء هيدا التمرين، لأنه إذا عملت هيك بكون عم شغل أسفل الظهر وعم حط ضغط على أسفل الظهر، بالتالي بدي شد المعدة وخلي ظهري ثابت بهيدا الشكل وبنزل جالس على الأخير بهيدا الطريقة. من هيدا المرحلة إذا حسينا حالنا صرنا عم نتحسن فيها، فيني زيد الليفل أكتر بهي إنه مد إجري لفوق بهيدا الشكل يلي هي فل بوش أب. من هيدا النقطة كمان نفس الشيء بنزل على الأخير وبطلع لفوق على الأخير. كذلك الأمر بدي انتبه لأسفل الظهر، ما أعكف ظهري لتحت كرمال ما أحط ضغط على أسفل الظهر، خلي ظهري جالس، المعدة مشدودة، الإيدين واسعين شوي، باخد نفس بنزل لتحت على الأخير وبطلع لفوق على الأخير. هيدي بالنسبة إذا حسينا حالنا أول تمرين صار سهل بنصير نمد إجرينا أكتر. هلأ التالت شغلة رح نعملها يلي هي أدفانس أكتر شوي، رح كون عم بستعمل الستابر فيها، رح كون عم حطها بالميل الثانية. هيدي شوي فيها أكتر بريشر على عضلات الكتف، هلأ فيها كمان صدر أكيد بس البريشر أكتر على عضلات الكتف. اللي بعمله من هيدي النقطة بحط إجري على الستابر لفوق، بالتالي بتصير أصعب شوي وبصير انزل لتحت على الأخير. هيدي صارت شوي أدفانس هيدا التمرين، بنزل على الأخير وبطلع على الأخير. كمان بدي انتبه لإيدي ما يكونوا كتير مسكرين لجوا ولا كتير واسعين لبرا، بدي خليهم تقريبا تحت مستوى الكتف وشوي دفشين لبرا كرمال يكون الكتف والصدر مرتاح أثناء هيدا التمرين. سو بوسع إجراء إيدي بهذا الشكل، بشد المعدة، باخد نفس، أهم شيء كرمال ظهري أسفل ظهري ما يصير معي هيك، بخلي خصري لفوق، المعدة مشدودة، بنزل ستريت وبطلع لفوق بهيدا الشكل. طبعا مثل ما قلنا هيدا التمرين شوي أدفانس، يعني مش البيجنرز أو مش المبتدئين فيهن يعملوا. هيدا بالنسبة لرابع تمرين. خامس تمرين رح نعمله رح كون عم حط الستابر. هلأ رح نكون عم نشغل الجزء السفلي من الجسم وخاصة العضلات الخلفية من الجسم. سو رح كون نايم على ظهري، رح أقرب شوي صغيرة، كون كتير قريب من الستابر، بحط إجري بهيدا الشكل بهيدا النقطة، أنا بعلي خصري بس لفوق بهيدا الطريقة وبنزل لتحت على الأخير، بخلي المعدة مشدودة، الرقبة على الأرض وبطلع لفوق، بعمل سكويز أو بشد على المنطقة الخلفية من الجسم وبرجع بنزل لتحت. أنا بهيدا التمرين بكون عليت المسافة من الأرض لفوق يلي بالتالي بتخليني يصير عندي مساحة أكتر أني أطلع لفوق على الأخير، وكون عندي قابلية أنه فيد العضلة أكتر ويصير عندي فيها الشد أكتر. سو بطلع على الأخير وبنزل لتحت على الأخير. عدد التكرارات فيها تكون بين 10 ل 15 على حسب ما تحسوا حالكم مرتاحين. باخد نفس وبفضي نفس وبجرب شد قد ما فيه بس اطلع لفوق بهيدي الطريقة. هولي هن التمارين يلي على الستابر. هلأ رح نرجع نعمل من الأول وجديد التمارين يلي عملناها. سو أول تمرين عملناه هو مثل كأنه عم نعمل فيه وورم أب أو إحماء للجسم. كل اللي علي أعمله هو أن أحط الستابر وصير أطلع 1 2 3 4 بهيدي الطريقة. مثل ما قلنا فيني يكون عم عد 1 2 3 4 وفيني زيد السرعة على حسب ما أنتم مرتاحين، وفيني بالمقابل كمان حط تايمر حد لحتى أشوف قديش السرعة اللي عم بعمل فيها وقديش كم الوقت اللي عم بعمله. سو 1 2 3 4 بهيدا الشكل. تاني تمرين عملناه هو بخص البالانس والمعدة والإجر، يلي هو حط إجري بهيدا الشكل وبطلع بعمل كيك، باخد نفس وبفضي نفس، كمان بعمل للإجر التانية نفس الشيء. المهم ضل مركز على المعدة وعلى الإجرين أثناء هيدا التمرين، مثل ما قلنا هو بيساعد على البالانس وعلى عضلة الإجرين. تالت تمرين يلي هو الضغط، قلنا إذا حابين نتعلم على البوش أب كيف ما نعمله، فينا نحط ركبي بعلي الأرض شوي وبنزل على مستوى الصدر، بتفادى بس إني انزل بأسفل ظهري، خلي خصري لفوق، بنزل على الأخير وبطلع.
إذا كانت شوي أدفانس وسهلة بس بمد إجريه وبطلع لفوق بهيدا الشكل. وهيك منكون عملنا عدة تمارين باستخدام الستابر.